يا عائشة إنها ليلة نصف من شعبان، وإن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وإن جبريل أتاني وأمرني أن أقوم ليلة وأن أزور أهل البقيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت الروايات فإن الله يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وفي رواية يعتق، ما هو مثلها أكثر منها. من ذاك الوقت النبي تكلم بهذا الكلام والمسلمين من الإنس محصورين، وشي أعداد كبيرة، ولكنه يعرف سعة أمته صلى الله عليه وسلم واتساعهم إلى يوم القيامة. يقدر الله المغفرة في تلك الليلة لأكثر من عدد شعر غنم كلب، هذه القبيلة المشهورة بكثرة الأغنام، ما هو عدد غنمهم، عدد شعر غنمهم. نعمة من الله سبحانه وتعالى، الله يوفق.